بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والثلاثون. أين المرآة يا أمي؟ هنا فوق المنضدة يا بنتي. أين اسم استفهام خبر مقدم؟ المرآة مبتدأ مؤخر، يا حرف نداء، أمي منادى مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. هنا اسم إشارة ظرف مكان بخبر محذوف، فوق ظرف مكان مضاف، المنضدة مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف. هنا فوق المنضدة في محل رفع خبر ومبتدأه محذوف. التقدير: أين المرآة يا أمي؟ المرآة كائنة أو موجودة هنا فوق المنضدة يا بنتي. يا حرف نداء، بنتي منادى مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. تعالي يا عائشة أمشط شعرك. تعالي فعل أمر مبني على الكسر لاتصاله بياء المخاطبة، وياء المخاطبة في محل رفع فاعل. أو تقول تعالي فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. يا حرف نداء، عائشة منادى. أمشط جواب الشرط، وحرف الشرط وفعل الشرط محذوف. التقدير: تعالي يا عائشة إن تأتي أمشط شعرك. سبق إعرابها المفصل. شعر مفعول به بالفعل أمشط مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. اقرأي كتابك يا فهيمة واحفظي درسك جيدا. اقرأي فعل أمر مبني على الكسر لاتصاله بياء المخاطبة، وياء المخاطبة في محل رفع فاعل. كتاب مفعول به مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. يا حرف نداء، فهيمة منادى. وحرف عطف، احفظي فعل أمر وياء المخاطبة فاعل. درس مفعول به مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. جيدا نائب مفعول مطلق. التقدير: احفظي درسك حفظا جيدا. اذهبي إلى الكتاب يا سليمة. حان الوقت. اذهبي فعل أمر وياء المخاطبة في محل رفع فاعل. إلى حرف جر الكتاب اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل اذهبي. يا حرف نداء، سليمة منادى. حان فعل الوقت فاعل. اكتبي مكتوبا إلى أبيك يا زهرة. اكتبي فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. مكتوبا مفعول به، إلى أبي جار ومجرور متعلق بالفعل اكتبي. أبي مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. يا حرف نداء، زهرة منادى. اجتهدي كثيرا يا بنتي. اجتهدي فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. كثيرا نائب مفعول مطلق. التقدير: اجتهدي اجتهادا كثيرا. يا حرف نداء، بنتي منادى مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير: بنتا لي. من هناك في الحجرة؟ أنا يا أمي. أمشط شعري. من اسم استفهام مبتدأ. هناك اسم إشارة ظرف مكان في كائن تقديرا. في الحجرة جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا أيضا. هناك في الحجرة شبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. أنا ضمير منفصل مبتدأ، يا حرف نداء، أمي منادى مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. أمشط فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، وهو أعد على المبتدأ. شعر مفعول به مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. أين كتابك مبدأ القراءة يا حليمة؟ أين اسم استفهام خبر مقدم؟ كتابك مبتدأ مؤخر مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. مبدأ القراءة مبدأ بدل من كتابك مضاف، القراءة مضاف إليه. يا حرف نداء، حليمة منادى. اشربي شايك. اشربي فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. شاي مفعول به مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه.
فاطمة تتعلم في مدرستنا. فاطمة مبتدأ، تتعلم فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ. في مدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل تتعلم، مدرسة مضاف نا ضمير متصل مضاف إليه. شعري قصير وشعر أخت فاطمة طويل. شعري مبتدأ وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. قصير خبر وحرف عطف. شعر مبتدأ مضاف، أخت مضاف إليه، أخت مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. فاطمة بدل من أختي. مجرور مثله، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له التأنيث والعلمية. طويل خبر. كلي طبيخك يا فريدة. كلي فعل وفاعل، طبيخ مفعول به مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. يا حرف نداء، فريدة منادى. عائشة تلميذة مجتهدة مؤدبة، تحبها معلمتها كثيرا. عائشة مبتدأ، تلميذة خبر، وهو منعوت. مجتهدة نعت أول، مؤدبة نعت ثان. تحب فعل مضارع نعت ثالث لتلميذة، أو تقول تلميذة خبر أول، تحب جملة فعلية خبر ثان. تحب فعل مضارع والهاء ضمير متصل مفعول به، معلمة فاعل تحب وهو مضاف والهاء مضاف إليه. كثيرا نائب مفعول مطلق، التقدير إحبابا كثيرا. اذهبي إلى الكتاب. اذهبي فعل وفاعل، إلى الكتاب جار ومجرور متعلق بالفعل اذهبي. اكتبي يا عائشة. اكتبي فعل وفاعل، يا حرف نداء، عائشة منادى. انظري من الشباك. انظري فعل وفاعل، من الشباك جار ومجرور متعلق بالفعل انظري. هؤلاء النساء فاضلة. هؤلاء اسم إشارة مبتدأ، النساء نعت، فاضلات خبر. هذه المحفظة غالية تساوي 50 مليما، وتلك رخيصة تساوي 5 مليمات. هذه اسم إشارة مبتدأ، المحفظة نعت لهذه، غالية خبر. تسابي فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، والجملة الفعلية في محل رفع نعت لغالية، أو تساوي جملة فعلية خبر ثان للمبتدأ. غالية خبر أول تساوي خبر ثان لهذه. 50 تمييز، وهو عدد مليما معدود. تمييز وحرف عطف. تلك مبتدأ، رخيصة خبر. تساوي فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، والجملة الفعلية في محل رفع نعت لرخيصة، أو تلك مبتدأ رخيصة خبر أول تساوي جملة فعلية خبر ثاني. 5 تمييز، وهو مضاف مليمات مضاف إليه. والله أعلم بالصواب.